كيف نقرأ القرآن؟ هذا أمر مهم جدا يا إخوان، خاصة لأمة إسلامية. الحمد لله نحن نقرأ العربية، أنا أقول لك خاصة الرسالة موجهة لطبقة اللي قرأوا، قرأ في الابتدائي في المتوسط في الثانوي وربما الجامعي، مانيش نتكلم على اللي كبار بزاف، ربما هذا الأمر ما يقدرلوش ولا، بصح حنا الآن المجتمع تقريبا غالبيته من الشباب قرأوا اللغة العربية. أحكام التجويد، أحكام التلاوة لازم نتعلموها، وأمر سهل جدا باش تقرأ به القرآن. ما تقدرش تعيش، أنت إنسان لا يمكن أن تعيش من غير القرآن، يستحيل والله يا أخي الكريم. هذا الأمر أحكام التجويد، يعني كيف نقرأ القرآن، أمر سهل سهل جدا جدا، ما تقدرش تصور. في يومين تقدر تعلمه الأحكام العامة، تعلم فقط عبر نهار تعلمهم وتولي تقرأ القرآن بهم، وبعد تفكر الأيامات كيفاش كنت تقرأ القرآن، تقول أنا كنت نقرأ هكذا ماشي قرآن. فرق كبير جدا. أحكام تلاوة سهلة، وخاصة علاش أنا نشوفوا شباب يقرأ في الجامعة ما يعرفهمش، ما يعرفش يطبقهم كي يقرأ في المصحف، يقرأ في الثانوي وهما سهل. قلت لك يومين تتعلم أحكام النون الساكنة، أحكام الميم الساكنة، سهل سهل جدا. لهذا السائل يقول هل يجب علينا؟ نعم يجب عليك. أنا نتكلم عن الأحكام العامة وبعد تأتي مخارج الحروف، لكن هذا الأمر لازم علينا شباب، حتى اللي كبار شوية تقدر، خاطرش أمر سهل جدا. عند شيخ يلقمك، أنت تقرأ ويعاود مراك، تشوف روحك تبدلت سبحان الله 360 درجة. حتى يقول ابن الجزري رحمه الله: إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. لازم. فهذا السائل قل نعم تعلم، وهذه رسالة إلى إخواني، أمر سهل جدا، لأنه ربي قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربي سهل الحفظ تاعه وسهلنا نتعلم تلاوته. برك انت اجتهد شوية، يومين وإن شاء الله احنا في المسجد نديروا دورة هكذا تاع 3 أيام للناس كامل، كيف نقرأ الفاتحة وروح بإذن الله نتعلموها، خاطر سهلة والله الموفق.